شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. الله يسعد مساكم لو عندكم مسا، ويسعد صباحكم لو عندكم صباح. النهارده ان شاء الله اول خميس بعد النوات اللي فاتت. النهارده ان شاء الله مش متذكر يا 21 واحد يا اما 2 يا اما 20 واحد. المهم انا دلوقتي الساعه 8:30 بالليل مساء، اتوكل على الله رايح مكان جديد عليا. المكان ده جديد عليا بس مش جديد على الناس اللي هي فيه. طالع مع اخ جار ليه يعني ان شاء الله، طالع انا وهو بس. المفروض ان احنا ان شاء الله طالعين على المعموره والمنتزه. فانا طبعا واخد معايا عود تشويح وبوسه يد. شفتوا المقطع ده؟ تعرفوا ان انا قضيت وقت كويس او صورت فيديو ينفع ان هو يتصور. طبعا لو ما شفتوش الفيديو ده يبقى خلاص محدش هيعمل حاجه. هوبا، رجعنا ثاني ان شاء الله. صباح مساءكم زي الود باذن الله. بصوا يا شباب على البركه، انا ده اول استفتاح ليا ان شاء الله. طبعا انا هنا في المعموره شغال بعود 4.5 متر، رصاصه 80، سنار كفته 6، لا اسف، سنار 6 بكرش. ده اول استفتاح ليا، شربوش اهوت. نتمنى من الله ان تبقى صورتنا ايه كويسه، وخليكم معانا باذن الله. الفيديو حلو وربنا يسهل لنا الحال ونقدر نصور مباشر. خليكم معانا. صباحكم فل يا جماعه من المنتزه. بطاطايا جميله اهي، كف مرتاحه اهوت، داخله على البرغوت. غيرنا اشتغلنا دلوقتي ببوسه يد 8 متر سنار 8 في العاديه يعني. الله كريم يعني، ان شاء الله هي ايه بدات سلينا يعني باذن الله ومشيته. ربنا كريم، خليكم معانا، موضوعنا حلو النهارده ان شاء الله. بصوا اخوانا، بما يرضي الله كانت حصيله اليوم بتاعي ده كله بما يرضي الله كانت 5 سمكات عشان الايه المصداقيه يعني، تمام. ولكن استفدت خبرات كتيره خالص اليوم ده، وهو كان يوم ظريف كده يعني، كله ايه كله اكشن. مع العلم طبعا احنا قعدنا في المعموره شويه بس استعجلنا وطلعنا بدري، رحنا تحت نفق المنظره عشان نجيب طعوم حيه، حاجه زي البرغوت مثلا او المشرشر او كلام من ده، ونرجع هنا تاني. في الاخر صفينا على البرغوت ورجعنا هنا. المعلومات طبعا اللي احنا خدناها في الموضوع دوت، اجمل حاجه ان المكان اللي هو بتاع المنتزه ده كله ينفع نشتغل بيه كاليماري، على الربله بتاعت الكاليماري بنكاست بيها. المكان ده كويس جدا للكاليماري. المايه زي ما انتم شايفين كشفه، ودي برضو فرصه ان احنا نوصف لكم ارض الوعر وارض الغزيله اللي هي خاصه بالتسقيط، تمام. المكان زي ما انتم شايفين كده، هو اليوم بصراحه ما كانش مجزي لا معانا ولا مع حد غيرنا. احنا دلوقتي هنصور صنانير وهنصور ناس، بصراحه كشف المايه ده وقف معانا الدنيا. كان تحت مننا موزه كتير خالص، بس موزه رفيعه انا ما حبيتش نشتغل عليها والله. انا كنت نعتبر بنرمي في الحته اللي هي المقدره دي شويه، دي كانت يعني تعتبر ايه غرق في وسط الوعر كده، حته جزء رمله كان بيدخل عليها سمكه خشنه، والسمكه من كشفان الميه ضاعت سمك كتير خالص زي ما انتم شايفين. والله العظيم انا كل شويه نحط عيني على الناس، ما شفتش حد كشف حاجه خالص، بس كانت في ناس جنب مننا على ايدينا الشمال ضربوا من كاليمرايه كويسه، والله كريم. فانا قلت برضو بالمره ادلم في مناظر كويسه والبحر بتاعنا، عارف الناس بتحب البحر وفي ناس بتحب تسمع الكلام، قلنا ايه نتكلم شويه عن ارض عن اراضي التصيد. بص يا جماعه احنا هنبدا كده من البدايه، هنعتبر ان الناس اللي بتسمعني اول مرة ما تعرفش اي حاجة عن التسقيط، وايه هو التسقيط، وايه هو الايه شغل الكاست. برضو انا لسه ذاكر كلمة الكاست، لان احنا عندنا ناس يعني الله يسامحها وربنا يصلح حالنا جميعا يعني، بتبقى ناس مصروية ويمكن تعليمهم مش عالي، ويقعد يقول للناس كاستنج وجيجنج ومش عارف ايه وايه وايه، ويدخل الكلام الانجليزي، مع ان يا عم انت الناس اللي بتسمعك يعني بتبقى اغلبيتها ناس ثقافتها على قدها. انا واحد من الناس بفضل الله يعني، انا بحار 7 سنين ومتعلم انجليزي كويس خالص بالممارسة، من رغم ان انا نسيته، بس لما بنقعد في مكان ونتكلم انجليزي بنرجع نفتكر، بس ما منحبش الكلام ده.
ايه الكاستنج وايه الجيجنج وايه الجر وايه الكلام ده، هنقوله كده ايه مع بعض نتسلى في الفيديو ده، بما ان الفيديو بصراحة ما عرفناش نصور فيه سمك، فنحاول نقدم فيه ايه، نقدم فيه معلومة. والناس طبعا اللي متابعاني عارفة ان انا بنقدم سمكة بنقدم معلومة، ما بنقدمش الاتنين مع بعض. الكاستنج ده يا جماعة بيبقى عبارة عن بالفلاحي كده سمكة صناعي مصنوعة من السيليكون او مصنوعة من البلاستيك او مصنوعة من الباغة، بتبقى على هيئة سمكة ليها الوان معينة. الصياد اللي بيصطاد بيها السمكة دي بتبقى نازل منها هلبين او ثلاثة، اغلبيتهم بيبقوا في الديل هلوب. طبعا انتوا عارفين الهلب او الشليت او مش عارف ليه اسامي ايه تاني. السمكة ديت الشغل بتاعها هي بتبقى متصنعة ان هي تعوم، في منها دفة وفي منها من غير دفة. وفي سمك غالي جدا بيبقى مصنوع على انه قبل ما يوصل للوعر يطفو يعلى. المهم باختصار شديد جدا، شغل السمكة ديت بيشتغلوا بيها حاجة اسمها كاستنج او التحريك او المخايلة على رأي اخويا ماجد حسن الله مسيه بالخير. بيخيل بيها ازاي؟ بيحدف السمكة دي على اخر ما عنده ويبدأ يشدها بالراحة. في سمك بيقولوا عليه سمك قرص او سمك هجام على حسب برضو مصطلحات الناس، او سمك مفترس. السمكة دي السمك دوت بيبقى متعود ياكل السمك اللي هو الحي، السمك اللي هو بيجري. هو كل السمك اللي في البحر بياكل بعضه، ولكن في سمك ممكن يجي على السمكة الميتة ياكلها، لكن في سمك معين ما ياكلش غير السمكة اللي هي الحية اللي بتتحرك قدامه اللي هي بتستفزه. انواع السمك ده ايه؟ كتير خالص، مش هينفع نقوله كله في الفيديو بتاعنا ده، ولكن هنقول حاجات منه. ممكن حاجة اسمها الاناشي، ممكن اللي هو بيقولوا عليه البياض او جرم البياض، المياس، اللوت، او اللوت قليل بس برضو ممكن يهجم. القاروص ده اساسي، القاروص اساسي في الموضوع ده. ده السمكة اللي هي البلاستيك دي اسمها سمكة كاستنج، الشغل بتاعها بيقولوا عليه كاستنج او تحريك او مخايلة. ايه بقى الجيجنج والجيج؟ الجيج دوت بيبقى سمكة مصنوعة من المعدن، بتبقى اغلبيتها مصنوعة من الرصاص او من اي معدن حديد. بتشتغل بيها ازاي؟ بتشتغل بيها على الغرق، بتنزل في مكان في مركب مثلا او اي مكان غريق، بتنزلها تحت منك، هي لها ثقل لوحده ان هي تغطس، وبتبدأ برضو تحرك بيها، تحرك تهز البوصة وتشد، تهز البوصة وتشد، هي بتبقى بتنزلها انت للارض وتبدأ تطلع بيها. السمكة دي بتستهدف الاسماك اللي هي تحت الارض برضو. ايه السمك اللي بيضرب عليها؟ بيضرب عليها الهامور، بيضرب عليها الدراك، بيضرب عليها التون او الكبريت، اي حاجة. ده الفرق يا جماعة بكل بساطة كده بين الكاستنج وبين الجيج، عشان تبقوا عارفين، او بين الايه الجيجنج. في حاجة تانية اسمها جر. سمك الجر ده برضو بيبقى فيه سمك جر مصنوع، بيبقى سمك كبير شوية، نفس فكرة الكاستنج، بتجر ورا منك والمركب ماشي، او ممكن برضو ايه تحرك بيه. وفي حاجات قديمة احنا كنا بنضرب بيها، الله العظيم اقسم بالله احسن سمك، وليه فوتوهات صور هنبقى نطلعها لكم ان شاء الله في فيديوهات تانية باذن الله. يعني بنجيب هلب كبير وبنحط فيه ريش، ممكن ريش بيضة ممكن ريش ملونة، وبنجيب خيط وبنربطه ورا المركب وبنجر ورا مننا. دي اسمها تريش، بيقولوا عليها بيريش، او هو نفسه اللي هو الجر. دي كانت بدايتنا هلب وريشة، بعد كده اخترعوا لنا السمك اللي هو الايه الجديد ده، او مع مرور الزمن شفنا الحاجات الجديدة ديت، او مع التطور او مع الحضارة طلع لنا الحاجات ديت. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنجرر اننا بالمركب، بيضرب برضو علينا دراج، بيضرب علينا كبريتات، بيضرب علينا توان، واحنا جارين تبقى المركب بتجري والريشة دي بتجري ورا منه، بيضرب علينا لمبوك. طبعا السمك المستهدف في الحالة دي سمك سريع، قرص برضو او هجام او نهاج، بس سريع عنده سرعة بيقدر يلحق المركب، وبتبقى ليها سرعة معينة مثلا 4 ميل، 5 ميل، 3 ميل.
يعني اوقات كنا بنضرب على 8 ميل، 8 ميل في الساعة، يعني المركب بيكون ماشي برضو عشان نبسط الامور، بيبقى ماشي 16 كيلو في الساعة، اللي هو ال 8 ميل ده. لا اسف، مش 16 كيلو، ال 8 ميل ده بيبقى حوالي 14 او 13 كيلو. الميل البحري يا جماعة 1.8 من 10 كيلو و800 متر، الميل البحري كيلو و800 متر. تمام يا شباب، الوقت مش سايعني ان انا نقول لكم كل حاجة، وانا والله مش عايز نطول عليكم، لان عارف ان الفيديوهات الطويلة دي اوقات بتبقى تقيلة على الناس، ولكن المعلومة صعب ان هي تتنقل في وقت قصير. المهم يا جماعة، المصيد ده مصيد كويس ان كانت المعمورة ولا المنتزه. بالنسبة للمعمورة، انت بترمي من على الشط، من على البلاج، بترمي جوه، طبعا رامي في بحر مفتوح، السمكة بتضربك ضربة حلوة بتحس بيها. اما بالنسبة للمنتزه، فممكن تشتغل كاست، ممكن تشتغل كاست اللي هو الايه، المخايله يعني، ممكن تشتغل على الكاليماري، ممكن تشتغل على البلفله. الجو كان كويس ولكن المايه كانت كاشفه يا جماعه. تحياتي ليكم، ان شاء الله دي نهايه الفيديو، اتمنى من الله انكم استفدتوا معانا باذن الله ومشيتوا، ونشوفكم باذن الله في درس جديد برضو باذن الله ومشيتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.